مشكلة في الزمالك ما كانتش 4 2 2 2 اللي بيلعب بيها باتريس كالترون اغلب الوقت، المشكلة كانت في الطريقة اللي هو كان بيعامل بيها اللعيبة جوه الملعب. يعني مثلا حسام راجل ناشئ ما ينفعش ان انت تديله دور اشرف بن شرقي بحذافيره، يعني الراجل مش عارف يطبق الدور اللي بيعمله اشرف بن شرقي بامتياز. والناحية التانية على الاطراف كنا شايفين ان اسلام جابر بيحاول هو حازم امام ان هم يعملوا على قد ما يقدروا، بس هم مع الاسف الشديد كانوا بعاد جدا جوه الملعب، لسه ما روعوش له في فورمتهم ولسه بيحاولوا ان هم يرجعوا لياقتهم البدنية اللي طبيعي جدا تكون ضايعة بمناسبة الفترة الطويلة جدا اللي غبناها. غير ان سن اسلام لاعب ما كانش اساسي فترات طويله، غير ان اسلام اصلا كان ساعات كتيره جدا بيلعب ناحيه الشمال، فالنهارده انت ملعبه ناحيه اليمين مع حازم، غير ان ناحيه الشمال كان فيها مشاكل كتيره قوي 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 دفاعيه. زي ما اتكلمنا ان كابتن طارق عاشر كان بيحاول ان هو يلعب ورا عبد الشافي ويلعب ورا زيزو، بس المشكله زي ما قلنا برضو ان هو كان عنده اخطاء كتيره قوي في طريقه ان احراز الهدف. انا احرز هدف شكله عامل ازاي؟ مش هعرف احرز هدف بطريقه عرضيه علشان خاطر محمود يقدر يخش ياخدها من واحد على اثنين، ما كانش بيبقى في زيادات جايه من تحت، هو كل الشغل كله ان انا ما البسش جون، ولما كابتن طارق عاشر بيلبس جون الدنيا بالنسبه له ما بتكونش زي الفل. يعني كابتن طارق عرف ياخد الزمالك لحد شوط ثاني مفيش فيه اهداف، ويلا يا جماعه نلعب الشوط الثاني. الشوط الاول المحللين كانوا بيتكلموا على مدى عظمه اللياقه البدنيه بتاعه المصري. الشوط الثاني يا بني ادم لو اتفرجت عليه هتلاقي ان الدنيا بالنسبه للمصري بدنيا كانت ضاعه خالص. اللي هو ما تعرفش في عيني محللين في العالم بيقيموا اللياقه البدنيه على ال 45 دقيقه الاولى، اللي هو مفترض يا جماعه لو عايز تتكلم على البدني بتاع اللعيبه اتكلم عليهم بعد دقيقه 60، وبعد دقيقه 60 لعيبه المصري مش ريحوا، لعيبه المصري خلاص الدنيا بالنسبه لهم ضاعت خالص. بس الامانه لعيبه الزمالك من بعد دقيقه 65 قالوا لعيبه المصري بصوا يا رجاله احنا كده كده احنا الاثنين ما بنلعبش، فقال بقى ننزل جنب بعض. وده مش عيب ولا غلط، هو العيب والغلط انك تطلع تقول ان الكلام ده ما حصلش. لاعبين الفرقتين وقعوا بدنيا، بس المشكله ان المصري كان بيحاول اكتر يرجع في النتيجه. لقطه الهدف كانت لقطه فيها امتياز شخصي فرجاني اللي بيحاول يرجع كره ميته وبيقدر ان هو يسندها. لا علاء اللي بيجيب منها الهدف، فرجاني النهارده ما كانش في المستوى المطلوب منه، فرجاني بقاله فتره بعيد جدا على مستواه، وفرجاني حتى في نص مستواه بيكون واحد من احسن اللعيبه جوه الملعب. فرجاني النهارده مستواه ما كانش واو، ومستوى محمد النهارده مستواه كان لسه بيحاول يرجع والاطراف كانت ضايعه، فطبيعي انك تلاقي ان الزمالك اداؤه جوه الملعب في المجمل الدنيا بالنسبه له ما كانتش مظبوطه. بس اهم حاجه بالنسبه للزمالك النهارده ان هو عارف يرجع ثلاث نقط، وان هو عارف يخلي اللعيبه تاخد حسيه المباراه. هتقول لي ايه رايك في حسام؟ اقول لك الراجل لاعب ممتاز وعنده ثقه وراجل ناشئ واعد جدا، لعيبه الزمالك اللي في قطاع الناشئين محتاجين نظره ومحتاجين ياخدوا فرص ووقت اطول من ده. الموسم طويل وهنلاقي فيه خناقه ماتشات، فيا سلام بقى لو كالترونو فضل مكمل بالناشئين دول فتره طويله، والنتائج كمان هتيجي لو انت حبيت تدي لكل واحد فرصه بالعدل في عالم كره القدم. بس ده مش اللي احنا نتكلم عليه، احنا عايزين نتكلم على لقطه ضربه الجزاء او اللقطه اللي تم عدتها. كابتن محمد عادل الحكم بتاع المباراه كان صعب جدا ان هو يحسبها ضربه جزاء. هتقول لي ليه؟ اقول لك المشكله ان هو كان شايف اللعبه من بدايتها وكان واقف جنب فرجاني وهو بينزل على الراجل. المشكله مش فرجاني بينزل على الراجل، فرجاني المشكله بعدها ضرب الراجل، يعني ضربات في حاجات دي في اوروبا وفي دول محترمه في لعبه بتتوقف بسببها، لان اللقطه اللي هو عملها دي كانت لقطه فيها سخريه ولقطه ممكن تكون ايحاء جنسي والكلام ده، ففرجاني ممكن يتوقف بسببها، بس ده في دوله محترمه وعندها لوائح كرويه، انما احنا عندنا في مصر هنا ماشي يا سكالانسي يا عم الحاج. فزي ما قلت لك كده، المشكله بقى ان حكم الفار لو كان هو نفسه اللي جوه الملعب وكابتن محمد عادل كان على الفار وقال له احسب دي ضربه جزاء، برضه الحكم بتاع الفار اللي شاف ان هي ضربه جزاء ما كانش هيحسبها. ليه؟ انت في مصر هنا صعب انك تتقبل فكره ان حد يقول لك خد القرار الفلاني. احنا في مصر عالم كدابه شويه، اللي هو ما ينفعش انك تقول لي خد قرار ايه، ما تنزل تحكم مكاني بقى. اللي هو يا كابتن انت غلطت في حاجه وانا بحاول ان اقول لك عليها، يقول لك لا انا شايف اللعبه، انا اقرب للعبه ليك، انت بتشوفها من كاميرات، انا اللعبه كانت قدامي حصري، حتى لما رجعت شفتها تاني انا مصمم على قراري. القرار ده عمله مهدي عبيد بالظبط في ماتش الاهلي في ضربتين الجزاء اللي حسبوا ان وليد ازارو. غطرسه الحكام العرب مش هيتخلصوا منها ابدا، حتى لو انت عارف انك انت غلطان، بس الفكره كلها ان انا ما حدش صحح لي. طب بالنسبه للفرقه اللي اتظلمت دي، انا مين؟ ما انت الظلم. اهم حاجه حكم الفار ما يعدلش عليا وما يقوليش اعمل ايه، اهم حاجه ان انا اكون باين للناس ان انا حكم الايه؟ الاسد. اللي هو انا خدت قرار ان اللعب يمشي، خلاص اللعب هيمشي، حتى لو جابوا لي حكم الفار نفسه جوه الملعب وحتى لو اتعدت جوه الملعب وحتى لو فرجاني حلف لي ان الكوره ضربه جزاء، والله ما احسبها. مين اللي ماشي كلام عليا؟ انا محمد عادل حكم المباراه ومشيت المباراه للطريق الامن، اللي هو انا طريق امن كان في طرد على محمد حسن في الشوط الاول علشان خاطر كان عامل فاول عبيط بعد ما كان واخد انذار. لا انا اهم حاجه ان انا مشيت المباراه في طريق الامن. لو انا طريق امن ده يا كابتن، لا اهم حاجه ان انا ما طردتش حد، ما حسبتش ضربات جزاء على حد، ما اديتش قرار مهم في لقطات كان فيها حاجات كتيره قوي ما تتحسبش. هو ده بالنسبه لكتالوج الحكم المصري المباراه المثاليه. وخوف من مرتضى منصور برضه، لان مش اي حكم يحصل ضربه جزاء على الزمالك في الدقيقه 92، الموضوع بالنسبه لهم بيكون صعب قوي. بص يا صديقي،
زي ما تقدمش مباراه عظيمه، بس ده طبيعي، فرقه ما بتلعبش بقى فتره طويله، فرقه عندها مشاكل كتير قوي، عندها غيابات كتير، طبيعي ان هي ما تعملش مباراه ممتازه. فالطبيعي بالنسبه لك انك تنزل تعمل لايك لو حابب، لو مش عايز تعمل لايك اشتم يا معلم، بس انت بتشتم قول لي ايه المشكله اللي مش عاجبك.